فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لنا أحبة. اليوم نحن عم نتواجد بمخيم طبية يلي بيضم حوالي 1000 نسمة من أهلنا اللاجئين الفلسطينيين. برنامجنا عم بيقدم المساعدة والمبادرات لجميع أهلنا وشعبنا وين ما كانوا. خليكم معنا لنتعرف على عائلة جديدة ونشوف كيف فينا نرسم لها البسمة على وجهها. مرحبا، كيفك؟ انا اسراء دبور من تلفزيون فلسطين، جاي انا وطاقم عمل برنامج لنا احبه لنطمن عليكم ونسلم عليكم ونتعرف عليكم اكثر اذا بتسمحي لنا. اكيد، اهلا وسهلا. تفضلي. وحتى بلشوا كمان بالدهان، يعني مثل ما عم بشوف هاي اول غرفه دهنت. مزبوط. انا بهي عطار، ارمله ناجي بياضي، جوزي توفى من 3 اشهر، عايشين انا بشتغل ومعيشه العائله، عندي 3 اولاد مريم وسمير وجوزيف، 3 بيتعلموا و يعني نشتغل على البيت، وهن هلا كمان فرصوا من المدرسه وبغيابي امي بتهتم فيهم. طب كيف توفى؟ سكتة قلبيه فجاه. يعني ايه فجاه. كان الوضع احسن هو وعايش؟ ما انا بلشت شغل لساعده وتصير عيشتنا احسن، بس للاسف يعني ما لحقنا يعني نتهنى. شو كان بيشتغل؟ كان بيشتغل موظف بشركه الالجي. اوكي. وعرفت كمان انه الوالده والدتك عايشه كمان معكم بنتك؟ هلا بس توفى جوزي لروح انا اقدر على شغلي، يعني بتبقى هي مع الاولاد. نحن كفريق عمل برنامج لنا احبه تلفزيون فلسطين تعاون مع سفاره دوله فلسطين ودائره شؤون اللاجئين وايضا مؤسسه وفا انترناشونال، وقدموا مبادرات لشعبنا الفلسطيني بالمخيمات اللبنانيه. أنا بحب بهالمناسبة أشكر السفارة الفلسطينية والرئيس أبو مازن وكل الجمعيات اللي ساعدت بتظبيط البيت. Thank you.
نكون قدرنا انه نغير شوي من وضع البيت للاحسن، ونكون قدرنا نأمن لكم كل الاحتياجات اللي كانت ناقصة عندكم. وبدي اعتذر على العجقة والكركبة اللي صارت عشان قصة الدهان، وانه بعده ما خلص، بده كم يوم وبيخلص ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا انبسطتوا وقدرنا انه نحن نحقق ونرسم البسمة على وجوهكم. مشكورين كلكم كتير حلوين، يعني ما توقعت انه يكونوا يعني هيك. هذا واجبنا ونحن بهمنا. والولاد انبسطوا يعني تكون. بس شافوا الأوضة كمان. أنا بس بدي أوضح كمان شغلة، إنه والدتك حضرتك فلسطينية الأصل، مظبوط؟ من وين؟ من فلسطين؟ من حيفا. جوزي كان من حيفا وأنا صار النصيب وتعرفنا. والوالد والد حضرتك من وين؟ من فلسطين. من الوصف. ما خبرك كيف طلع من فلسطين واجا لهون؟ طلعوهن اليهود. كيف طلعوهن؟ مظبوط. اليهود طلعوهن. قالوا لي ان روحوا هلا وبس تروحوا بنرجعكم. على اساس يا حرام طلعوا ليرجعوا. ف من يوم ما رجعوش. من يوم ما رجعوش. فامي الله يرحمها كان عندها قرايب بعين نبيل. راحوا على عين نبيل وقعدوا فترة، بعدين سمعوا انه الفلسطينية اخذوا لهم بيوت هون بدبي. نعم. قام ابوي قال لها شو رأيك نروح على دبي؟ قالت له مثلنا مثل هالعالم. اجوا لهون اتاري شو المخيم صخر، صاروا يشتغلوا بالعمار ويناموا بخيام، ولحد ما خلصوا المخيم سلموهم بيت. ما زلنا كنا عم نحكي بموضوع فلسطين، بموضوع ارضنا. يعني ما بتتمنوا انكم ترجعوا وتصلوا بكنيسه المهد؟ اكيد يعني يا ريت. نحن اذا بصحلنا ما بنقول لا يعني، وكلنا بنحب نروح نصلي، يعني منصلي لنا وللعالم اجمع، لانه بفلسطين في نكبة، في بلاد عربية كتير في منكوبة يعني ومهجرين. فمنتمنى نروح نصلي لإلنا وللشعب العربي كله انه يعم السلام على الكل. ان شاء الله بنرجع على الارض ان شاء الله، وبتصلوا بكنيسة المهد وبيتعرفوا الاولاد اكثر على فلسطين، وبعم السلام بجميع العالم العربي ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بتمنى. الله يسمع منك. ان شاء الله يا رب. حلقتنا لهون بتكون خلصت. اليوم كنا معكم بالحلقة الأخيرة من برنامج لنا أحبة خلال شهر رمضان المبارك. مشوارنا ما خلص، رح يكمل بعد رمضان طول ما الأيادي البيضاء عم بتقدم المبادرات لشعبنا وأهلنا بالمخيمات. بدي أتوجه بشكر خاص وتحية ومعايدة لكل من قدم المساهمة وبادر وساعد أهلنا، وكل من ساهم ببرنامج لنا أحبة وقدر أنه هو يرسم البسمة على وجوه شعبنا. ينعاد على جميع العالم العربي، ينعاد عليكم، وانتظرونا بحلقات جديدة مع عائلات جديدة.